الفيضانات مكسرة قشر. والله الفيضانات المجاري كلها يعني خلونا بوري ابو الثمينين هو كمية رجعونه على الثمينين والمنهولات كلها مسدودة. هاي المطغاي البسيطة فاضت المنطقة. هاي المطغاي هاي المنطقة للساعة ما بيها، لكن اذا صار ثلاث ايام لازم نجيب لنا بلام. ايه وعملوا لهم نفس الشيء، هم نفس المعاناة، كل بيت صابين ونصمة الماي. ما عملوا كل شيء، جت المنظمة هاي نظفت القنوات هكذا شو من كان يعني تاخذ. لا المنظمة جت، نظفت هذول المجاري، يابا هاي مسدود هاي مسدود، يقول هاي ما علينا. أقول على البلدية. والله نطالب الحكومة، نطالب مجلس المحافظة يشعون هالمنطقة، شارع هذا ما بينه 4 أمتار ما يتقنوا يبلطونه. يعني وشاو قدام عينك صوروا. وهاي المجاري قدامك. نص متر عن الشارع. والله هاي اول مطر كلها ما صار نص ساعه مطر. الله وكيل نص القنطره مالي فات علينا المايه. الله يشهد. زين وانا عامل لنا شك السد يعني حديده شدوا بالدنق. اي والعتبي نخلي له علاقات نايلون نسد الماي. هسه العتبي مال باب الحوش عليه اعلى من الرصيف. اي ودخل علينا المايه. اخي لا مجاري لا ابد لا اصلا ما حد يشتغل بنصاف. هسه عندنا هاي المنهولات هنا يعني شغله غلط بغلط. خلي يجي اي مهندس يجي يسولف معاي دوشه. هذا شغل زين. انت الساخي عندك بالوسط الفرع تجي تعمل لي منهول يساغ الساخي بالحق. الساخي يصيغ بنص الفرع زين. نحكي معاهم كانوا بوقت المقاول والمهندسين ما كول الى حكيت. واذا ما حكيت الضيم بقلبك تخلينه احسن. والله الخلل عند المسؤولين عند المهندسين ماكو رقابه ماكو. كل من يجي حاره فساد هو فساد 100%. هاي المطر اول مطر هاي السنه وغرقت هنا تقريبا المي موجود بالشارع يعني المنهولات كلها مسدوده. هاي نص ساعة أقل من نص ساعة الحالة موجودة يعني ولو هي غرقت هي موجودة. كان المي هاي كنا قاعدين هنا يعني بالمكان وشفناه بعيننا يعني مو أحد قال لنا. التقصير الحكومة غير مفروض يعني البلدية ها العمال يقومون بعملهم بصورة صحيحة حتى لا يصير إشكالات. نطالب من الحكومة المركزية والمحلية أن يهتمون بالشوارع النظافة.